48 ساعة الأخرانيين لاحظنا قد إيه جمهور المصري كله بيحب عماد متعب. عماد متعب مر بوعكة صحية كانت شديدة شوية من سنة، والوعكة الصحية دي يعني وهو في الاستوديو حصل له حالة إغماء، وقدر إن هو يعمل شوية تحاليل وفحوصات وكده، والحمد لله هو بخير، ولكن ابتدى يتعب شوية تاني. وبعدين قال إن هو دخل المستشفى عشان شوية حصاوي في الكلى ومش عارفة ايه، وعمل عملية في عينيه. ففي النهاية عماد متعب لاعب كبير، لاعب منتخب مصر ولاعب النادي الأهلي، وزي ما بيلقبوه دايما وبيحبوا يقولوا أبو البنات، وهو إنسان جميل وبرج ووالدين جدا طبعا. فاحنا بنقول له ألف سلامة ليه طبعا. وانا تواصلت معاه، بس الكلام ده كان من شهرين ثلاثة. دايما بحاول ان انا يعني لما بيبقى في حاجة ان احنا نتواصل عشان ما نطلعش نقول اي حاجة. فهو بخير الحمد لله، هو مستني ان الدنيا تهدى شوية، وكان وقتها بيقول الكورونا لازم تهدى شوية، وكانت وقتها الدنيا يعني كانت جامدة شوية، واوروبا كلها مقفولة، فكان صعب جدا ان هو يسافر، وكانت مقلقة جدا ان هو يسافر. فإن شاء الله في القريب العاجل جدا هو هيسافر عشان يعمل فحوصات. هو عايز يطمن، عايز يبقى مطمن على نفسه ويحس ان هو تمام، ويحس بعرف لما تروح تشوف دكتور واثنين وثلاثة بتحس ان انت ارتحت اكتر لما يقولوا لك نفس الكلام. الف الف سلام عليك. وطبعا كانت حاجة جميلة قوي من النادي الأهلي ومن مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، إنه طبعا بيطمن على متعب وكلمه، وعايز إن هو لو في أي دولة متعب عايز يروحها عشان يتعالج، النادي الأهلي مش هيتأخر عن عماد متعب، وعمره ما تأخر عن ولاده، وعمر ما أي نادي في مصر يعني واحنا شايفين عمره ما اتأخر عن ولاده في اي حاجة. لكن موقف كان جميل جدا نفسي ومعنوي الكابتن عماد متعب، ان الكابتن محمود الخطيب بيقول ان هم تحت امر عماد متعب في اي حاجة. لو في تعقيب اتفضل. لا يعني انت لخصتي كل حاجة. متعب بقى من زمان جدا واحنا في منتخب الشباب، وهو صديق عمري يعني، واحنا عشرة قديمة يعني، من واحنا في الناشئين او في الشباب. على فكره انا كنت بكلمه يوم الاربعاء، يعني انا اتصلت بيهم الاربعاء يا ريت تقول لنا ورد عليا، هو ما ردش الاول وبعدين رجع هو كلمني، كان معاه تليفون وطمنت عليه وبشكل كويس وما فيهوش اي حاجه، وطمني والدنيا جميله، حتى اتكلمنا في مواضيع تانية خالص فما فيش اي حاجه خالص. فمتعب زي ما انت قلتي هو ريت يعني تطمن الناس هداف النادي الاهلي ونجم النجوم، وهيفضل قناص مصر يعني زي ما طبعا بيقولوا طبعا، وافتقدناه لما بطل. ونقطة النادي الأهلي دي زي ما أنتي قلتي، ويعني مش غريبة على النادي الأهلي، اللي هو عمره ما بيسيب حد خالص من ولاده، وخصوصا الواحد زي عماد متعب يعني إدى للنادي الأهلي كتير جدا، وأحرز أهداف حاسمة، وكان ليه يعني بطولات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، وعمره ما تأخر بنقطة عرق واحدة على النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي كله بيحبه، وسيظل عماد متعب هو يعني نجم النجوم. فبتمنى له العودة سريعا، هو الراجل بس عايز يطمن وما فيهوش حاجة، وانا كلمته من الاربع، فان شاء الله يعود سريعا للاستوديو زي ما احنا متعودين عليه. وهو من الشخصيات على فكرة كمان المحترمة جدا 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 بره الكورة للي ما يعرفوش، فبتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله يطمن على نفسه ويرجع سريعا باذن الله. وكلنا ورا عماد متعب، طبعا وكلنا اخوات، واي حد في الوسط الكروي يعني بيبقى في حاجه زي ما انت ومؤمن قلتي زكريا وكل ومؤمن، طبعا بتمنى له طبعا الشفاء طبعا من عند ربنا. طبعا فكل الناس احنا اسره واحده، وفي الاول وفي الاخر طبعا احنا مصريين يعني، بغض طبعا النظر انت لابس تيشيرت ايه او تيشيرت ايه، احنا بشر وكلنا مصريين، وهي دي سمه المصريين يعني. والله يا كابتن قبل ما ننهي خلاص برضو دي مهمه قوي، ناس زملكاويه جدا فيهم واحد بس يعرف عماد والباقي ما يعرفش عماد، بس زملكاويه قالوا لي احنا عايزين نطمن عليه، عايزين يعني نطمن عليه. فده حب الناس عماد متعب لازم يعرف، هي دي الحاجات اللي بتحسسك بقد ايه جمهور المصري بيحبك طبعا، مش جمهور الاهلي بس. الف الف سلام عليك، وان شاء الله هنطمن عليك وهنتابع الحالة، واحنا معاك وربنا
يقويك ان شاء الله.